أحباء الرب وكل الغاليين على قلب الرب وعلى قلوبنا، كل إخواتنا المؤمنين والمسيحيين، كل الجالية العربية في وينزور كندا وفي ميشيغان، عندنا خبر سار وخبر مفرح جداً. قناة القرمة بنعمة الرب هيكون ليها ليلة احتفالية خاصة جداً في وينزور يوم 25 أكتوبر، وأيضاً ليلة احتفالية خاصة جداً يوم السبت 26 أكتوبر في ديترويت ميشيغان. نحب نشوفكم، هنشارك بعمل الرب اللي بيعمله من خلال قناة القرمة. هتسمعوا عن أخبار جديدة جداً، عن اختبارات عظيمة ربنا بيعملها في وسط إخواتنا المسلمين. هتشوفوا وتسمعوا قد ايه الرب بيتعامل مع نفوس كتيرة جداً، سواء في المغرب أو موريتانيا أو تشاد أو الجزائر أو ليبيا أو في مصر أو في العراق أو في سوريا، في كل الوطن العربي. الله عنده معاملات وأخبار عظيمة عايزك تسمعها. عشان كده نحب نشوفكم، نحب ان انتوا تكونوا معانا، نسمع منكم مقترحاتكم، ايه اللي نقدر نعمله خلال الفترة اللي جاية، وكمان انتم تسمعوا منا ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل وايه اللي على قلبنا من جهة عمل الرب من خلال قناة القرمة. نحب نشوفكم. كل المعلومات الخاصة بالمكان والخاصة بالحجز، سواء اليوم الخاص بوينزور يوم الجمعة 25 أكتوبر أو اليوم الخاص بديترويت ميشيغان يوم السبت 26 أكتوبر، هتلاقيها اللينك الموجود تحت الفيديو، هتلاقي عليه كل التفاصيل. نحب نشوفكم ورب يكون معكم.